السلام عليكم ورحمه الله مرحبا بكم في قناه دكتور ايفون انا اخوكم عبد اللطيف البنا والنهارده الفيديو مراجعه ما بين ساعه اتش كي 8 برو ماكس وهي الافضل في السوق حاليا بالتحديث الجديد بتاعها اللي فيه شات جي بي تي وعندنا ساعه ام تي 9 الترا ميوزك من شركه ميدفيت والتحديث بتاعها الجديد تحديث الشاشه وبعض التحديثات في الساعه ما تنسوش قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره وقال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه يلا بينا المقارنات بين الساعات بتكون علشان الناس تقدر تحدد ايهم افضل في السوق علشان في انواع كتير جدا في السوق وهيقدروا يختاروا اي وحده والمناسب لهم واستخدامهم والامكانيات اللي موجوده طبعا ساعة اتش كي 8 ماكس ده التحديث الجديد بتاعها لسه نازل قريب جدا ضافوا للتحديث ده شات جي بي تي وضافوا كمان قوة في البطارية وضافوا كمان حاجة كويسة جدا اللي هي اولوس اندسبلاي دائم التشغيل والساعة دي افضل ساعة حاليا في السوق طيب شركة ميدفيت الشركة دي بتحاول تطور نفسها تطور كويس جدا عندهم بعض الحاجات اللي لسه بيشتغلوا عليها زي مثلا موضوع اللغة العربية موضوع جودة التصنيع أقل شوية ولكن الساعة دي فيها ذاكرة داخلية فيها مسجل صوت داخلي ودي حاجة بتميزها عن كتير من الساعات خلينا نبدأ مع بعض ونشوف الساعات وأيهم أفضل والناس هتختار أي حاجة فيهم خلينا الأول نشوف الكراتين بتيجي عاملة ازاي ساعة ام تي بتيجي باللون إم تي بتيجي باللون الأزرق اللون البرتقاني وبتيجي بشكل من جوه مترتب بشكل أكتر بيجي معاها الشاحن والشاحن بتاعها فاست تشارج وللعلم الشاحن بتاعها بيشتغل على ساعتها وعلى ساعة إم على الكي الإتش كي وهنا بيجي الإسترابات هنا جايبين إضافة جايبين إسترابين الإستراب القماش وكمان الاستراب المطاط وجودتهم كويسه والاستراب القماش جودته كويسه جدا نفس الاصلي وده اللي بيجي في العلبه بتاعه الام تي 9 الترا ميوزك خلينا نشوف الاتش كي تحديثها الجديد وبتيجي معاها ايه في العلبه بيجي الشاحن مفيش تطوير كتير في الشاحن المغناطيس اضعف من ساعة الام تي. والحزام لونه مش برتقاني غامق برتقاني فاتح وجودته اقل من ساعة الام تي. خلينا نبدأ نشوف الساعات نفسها. وهنبدأ احدد اوجه الفرق وايهم افضل. وان شاء الله اكون وصلت معلومة للناس. للعلم دي الساعة اللي هي الاتش كي أكتر الساعات المنتشرة في السوق وأفضلهم في السوق حالياً من ناحية التصنيع والشاشة واللغة العربية والبطارية. عندنا كمان ساعة ام تي ناين وهنبدأ دلوقتي نشوف الفروق. أول حاجة عندنا جودة التصنيع والتصميم دي ساعة الاتش كي دي ساعة الاتش تلاقوني كاتب لكم على كل ساعة وانا شغال عشان الناس ما مني هنا تصميم الشاشة جاي بحواف صغيرة مش كبيرة وبشاشة بمقاس اتنين واتنين من عشرة فتحة المايك هنا والسبيكر وعاملين في جودة في تقفيل المسامير بحيث المسامير تكون جوة ما تكونش بره ما اللي لابس الساعة هنا عندنا اللوك وهنا موجود اللوك مفيش فروق كتير هنا ما بين جسم الساعة وما بين الظهر وهنا برضو الأربعة سنسور اللي هما الأربع كشافات بتوع السنسور وهنا السنسور بتاع الساعة زر الدرج زر سهل وهنا زر لو يجيب لك الحاجات اللي هي الابل اللي انت مستخدمها وهنا زر التخصيص خلينا نشوف ساعه الام تي ساعه الام تي فيها تطوير في الشاشه ولكن ساعه الاتش كي الشاشه بتاعتها جودتها شاشه اومليت وجوده عاليه جدا والبكسلات بتاعتها قويه اما ساعه الام تي 9 مع انهم طوروا الشاشه ولكن عملوها كشكل ثري دي يعني في في بروز في الشاشه هنا كانهم حاطين عليه حاجه ثري دي او باللوره كده يعني زياده شويه ولكن الشاشه كانت الشاشه أومليد مش او أول إي دي أقل من ساعة الإتش كي التصميم لو جينا هنا هنلاقي تقريبا نفس التصميم ولكن ساعة الإتش كي أعرض حاجة بسيطة هنا المسامير بارزة في الإم تي ناين في الإم تي ناين المسامير هنا في بروز يعني ممكن مع الوقت ممكن تضايق اللي لابسها اللوك نفس اللوك هنا نفس السنسورات أو الكشاف يعني هنا جايبينها بشكل دائري في الإتش كي بشكل مربع وهنا اللوك ولكن في فروق هنا انت لو لاحظتوا هتلاقوا في فروق في الجسم هنا عن الظهر خلينا نبدأ نشوف الشاشات والساعات من جوه دي ساعة الإتش كي لو ضغطنا على الزر ده هيفتح لنا القائمة كده ولو ضغطنا على الزر ده هيفتح لنا القائمة كده لو جينا من بره نشوف الاشكال يعني مثلا هنيجي هنا ونسحب من فوق هيجي لنا الاشعارات ولو سحبنا من تحت هيجينا القايمة المختصرة عندنا هنا القايمة المختصرة بالشكل ده في الاتش وهنا عندنا شات جي بي تي الاختصار بتاعه طيب لو سحبنا من هنا هيجينا برده نفس الموضوع القايمة يعني متشابهه بشكل كبير هنا جايب لنا هنا المسجل بتاع الصوت اللي موجود في ساعه الام تي هنا التاتش بيكون شويه تقيل في الام تي في الاتش كي اسرع لو سحبنا من هنا من فوق برضو هيجينا الاشعارات زي ما انتم شايفين جايب لنا هنا تيك توك وجايب لنا هنا انستجرام وجايب لنا هنا الرسائل نعمل مسح للكل الشاشة هنا اللي التاتش دقته اقل من التاتش في ساعة الاتش كي نبدأ ندخل على القايمة من جوة. لو جينا نعمل نشوف الخلفيات هنا في الاتش كي ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه ودي التخصيص خلينا نشوف في ساعة الام تي ناين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع خلفيات فقط ده هنا زر برضو بيجيب لك التطبيقات المستخدمة متشابهين جدا في موضوع السوفت وير. طيب خلينا نشوف سهولة التاتش في الاستخدام لو جينا نستخدم الشاشة هنا كده ولو جينا هنا نستخدم الشاشة في سلاسة هما الاتنين مفيش صعوبة طيب موضوع القايمة من جوه واللغة العربية ودي يهم كتير من الناس هندخل نشوف اللغة العربية هنا واللغة العربية هنا هنيجي نبدأ نشوف عندنا هنا اللغه العربيه في وضوح اكتر في اللغه العربيه في الاتش كي لو لاحظتوا في الام تي 9 هي واضحه عن قبل كده ولكن في يعني تحس ان الحروف متلاصقه شويه في الام تي في الاتش كي عندنا وضع الوسندس حدثوه وبقى شغال على طول في الام تي 9 نفس الموضوع شغال على طول ولكن لو لاحظتوا ده وضع الالوز في الاتش كي وده في الام تي 9 ده شكلين بتوع ألوز ان لو جينا نشوف شكل الساعات في القياسات بتاعه القلب والضغط والكلام ده هتلاقي هنا عندك انا بدون ما اعمل قياس على الساعه او اركب الساعه هنا اداني قياس اما في الاتش كي ما ادانيش قياس بيفضل يدي شكل ان هو بيعمل قياس ولكن ما بيديش قياس كامل وشكل هنا وبيفضل طول ما انت شغال بيفضل يديك قياس في الاتش كي في الام تي لو انت فصلت بيرجع تاني يعمل قياس من جديد يعني لو طلعت منها يعني هندخل ونشوف بعض التشابهات والحاجات في القايمه يعني مثلا هنيجي هنا على الاتصال هنلاقي هنا مكتوب مكالمات اخيره وهنا جهات الاتصال والطلب الهاتفي وهنخش هنا على الام تي هنا سجل الاتصالات واتصالات متكرره وعندنا هنا الاتصال ده شكل الاتصال هنا وده شكل الاتصال هنا لو لاحظتوا هنا في دقه اعلى في الشاشه ومدينا اضاءه زاهيه اكتر خلينا نعمل خروج لو عملنا كده نخرج وهنا نخرج شكل الرياضات هنا في الاتشيكي وشكل الرياضات هنا في الام تي كي تحس ان الرياضات بطريقة ثري دي وهنا بطريقة العادية عندنا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تقريبا وهنا تقريبا نفس الموضوع نخرج ونطلع بره شوية هنا عندنا معدل التنفس نفس الموضوع معدل التنفس ده تدريب على التنفس اللي هو شيق وزفير هنا في الاتشيكي شكله افضل خلينا ندخل نشوف على فكرة لو لاحظنا هنلاقي في تشابه كتير في القايمة والحاجات اللي موجودة في القايمة في الاتنين هنا بيميز الساعة دي ان فيها مسجل يعني لو سجلنا هتلاقي هنا بسم الله بسم الله بسم الله بيسجل معاك وبتسمع صوت المكالمة بعدين ده الصوت طالع معايا دي فيها ذاكرة داخلية مية تمانية وعشرين ميجا يعني بتسجل حوالي ساعتين تقريبا تسجيل صوت فقط الاتنين دي بتشتغل على تطبيق آه ورفة برو الخلفيات اللي موجودة على ورفة برو معظمها مش مجانية وهنا دي بتشتغل على تطبيق ميدفيت اعتقد ورأيي لو الساعة دي عملوا الساعة الشاشة بتاعتها اومليد هتكون قوية جدا بالدقة دي واهتموا شوية بالتصنيع اللي هنا البطارية بتاعتها قوية هنا البطارية من ثلاثة لخمس ايام وهنا برضو نفس الموضوع من ثلاثة لخمس ايام في عندك زي ما قلت لكم ده وضع بقى موجود في الساعتين دلوقتي لو عندنا لو جينا دخلنا هنا على موضوع الالعاب هتلاقي هنا في لعبة سيارات ولعبة طيور. هنا عندنا لعبة اسماك في الساعة. بس لو جيت تدخل عليها. هتلاقي تحس ان في دقة شوية في اللعبة. تمام? جينا ندخل مثلا هنا على بتاعة الطيور. ده الالعاب اللي موجودة في الساعة. شكل. الساعتين ممتاز ولكن ساعة ال m 9 واخدة شكل أقرب للساعة الأصلية من ناحية التصميم البروز اللي في الشاشة دي بيحاولوا يوصلوا بيها ولكن في هنا فروق في الشاشة بينها وبين الجسم وهنا الفروق أقل ما بينها وما بين الجسم ده يكون اللي هي ما تدخلش مية أفضل يعني كذلك هنا من الناحية دي الساعتين ممتازين جدا أنا حاولت إن أنا اقول الفروق بينهم السعر طبعا ساعة الاتش كي سعرها تقريبا مية واربعين درهم اماراتي وساعة الام تي ناين مية وعشرين درهم اماراتي احط لكم الارقام لو انتم حابين تطلبوا من داخل الامارات ربنا يحفظ الجميع وده فيديو سريع